خليني اتكلم بما انت اتكلمت على اليخوت، اقول للمصريين، لناس فاكره ان موضوع اليخوت ده موضوع طرف. احنا موجود في البحر المتوسط تقريبا 500,000 يخت، حصتنا فيهم يعني مش عايز اقول مفيش، يعني في دول تانية بتاخد 30% من الكلام دوت، وده حقها. اللي يشتغل يا كامل ياخد، واللي ما يشتغلش وينام خليه نايم بقى. فانت عشان تعمل ده، كان قبل كده مدة اليخت في مصر عشان قد ايه كامل؟ كان سيادتك لما يقعد ياخد تصديق 28 30 يوم. خلي بالكم، اخر مره قالوا لي ده وزاره الاتصالات مش عارف بتاخد ايه، قلت لهم لا 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 صح، 30 دقيقه زي العالم ما بيشتغل. زي الايه؟ العالم كله ما بيشتغل. عشان ايه؟ انتوا بتتكلموا على تشغيل ناس، طب هتشغلهم ازاي؟ ما كانش يبقى عندك 20 30 مارينا مظبوطين زي على افضل انساق ومستويات المراين في العالم، وتدي له نفس الاشتراطات اللي هو بيشوفها في اي دوله تانية. ازاي يعني هتاخد ازاي وتشغل ناس في الموضوع وتدرب وتعلم ناس ما كانتش عندها الخبره اللازمه للشغلانه دي؟ فطب في العريش اللي كان المينا القديم المثلث دوت، عشان اعمل ده كله وما الاقي فيه ظهير يعني ناس موجوده، فنعوضها مش كده يا كامل؟ تمام يا فندم، نعوضها. وانا بقول لهم هم دلوقتي سامعيني، احنا مش بنعمل ده ضدكم، احنا بنعمل ده لاجل بلدنا ولاجلكم عشان تلاقوا شغل ان شاء الله ليكم ولاولادكم، ومستقبل يليق بالعريش وكل السينا يعني ان شاء الله.